أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق للساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا أعتدنا للكافرين سلاما
منازل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قدروا تقديرا
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم.